بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 83 من الكتاب 16، كتاب الحج. باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة، وهذا مذهب الجمهور، فلا يجوز حمل السلاح في مكة بلا حاجة، فإن كان لحاجة فبقدر الحاجة. وذهب الحسن البصري إلى عدم جواز حمل السلاح بمكة مطلقا لحاجة أو لغير حاجة، ولم يوافقه عليه باقي الفقهاء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 73 بعد 303,000، قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. فأخذ بظاهر الحديث سيدنا الحسن البصري، وباقي الفقهاء خصصوه بأن النبي في عمرة القضاء دخل بسلاح الراكب في عمرة القضية، وأنه أيضا في فتح مكة بعدما تم الفتح ظلوا بالسلاح يمسكونه ويحملونه ولم يضعونه حتى بعد انتهاء الفتح. فاستدل الفقهاء بتخصيص هذا إذا كان لحاجة، أما إن كان بغير حاجة فلا. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه إذا كان دخوله لمكة بغير تكرار يحرم عليه أن يدخلها إلا محرما، يعني واحد حيروح مكة علشان يتاجر أو يزور إنسان، وهذه لا تتكرر كثيرا، يعني بيعملها مرة في السنة مرتين في السنة، يحرم عليه أن يدخل مكة بغير إحرام على هذه الصورة. وجمهور الفقهاء على أنه يجوز له أن يدخلها بغير إحرام إن كان حتى يعني مطلقا، ويستحب له أن يحرم للدخول إن كان على غير تكرار. أما اللي بيتكرر يعني كل يوم بيخرج من مكة وشغال في جدة، فهل هو بقى كل راجع كل ما يرجع يحرم؟ صعب دي، لأن ده متكرر، يبقى ما فيش مشكلة. يبقى الخلاف القضية فالتكرار لا، مش في عدم التكرار، انما التكرار كله قال لك ممكن يدخل بغير احرام، اللي بيدخله متكرر يدخل بغير احرام رفعا للحرج عنه، متفقين على المتكرر. طب وغير المتكرر؟ مذهبان، مذهب يحرم دخولها بغير احرام، ومذهب يجيز دخولها بغير احرام، والراجح انه يجوز دخولها بغير احرام، ويستحب دخولها باحرام ولا يجب. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر؟ يبقى مش محرم، على رأسه مغفر.
فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فقال مالك نعم، يعني سمعت ذلك عن ابن شهاب. وابن خطل النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، أهدر دم ابن خطل وابن أبي الصرح، وقينتان مغنيتان كانت تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أهدر دماءهم وقالوا ولو كانوا متعلقين بأستر الكعبة. فاستدل منه الإمام الشافعي ومالك وأحمد على جواز إقامة الحدود داخل الحرم، وذهب الإمام أبو حنيفة بعدم جواز ذلك، وأنه إذا أراد إقامة الحد فيخرجه خارج الحرم ليقيم عليه الحد. وقال أن هذا الفعل من النبي كان خاصا به يوم فتح مكة، فلا يقاس عليه مع غيره، ده رأي الأحناف. والشافعية قالوا لا، هذا تم بعد إتمام فتح مكة، والخصوصية للنبي حلها ساعة من النهار حتى يتم الفتح، وقتل ابن خطل بعدما تم الفتح فلا خصوصية فيه. فالأمر فيه مناقشة بين المذاهب، هل يجوز إقامة الحدود داخل الحرم للجاني أم لا يجوز؟ الجمهور يجوز، وأبو حنيفة يقول يخرج من الحرم فيقام عليه الحد خارج الحرم، لقول الله من دخله كان آمنا، يعني أمنوا، من دخله كان آمنا يعني أمنوا. وابن خطل هذا كان قد ارتد بعد إسلامه وقتل خادمه المسلم، وكان يؤجر قينتان يعني مغنيتان يغنيان بهجاء النبي، ولذا أمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الذهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. الأولاني المغفر، وهنا العمامة، لأنه أول ما دخلها كان بالمغفر، فلما تم الفتح خلع المغفر وخطب الناس في الحرم بعمامته السوداء، يبقى ما فيش تناقض، يبقى الأول بيصف حاله حال دخول مكة، والثاني بالعمامة السوداء حال خطبته في الحرم بعد تمام الفتح، لما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، كان ساعتها لابسا عمامته السوداء صلى الله عليه وسلم. والسواد كان لمناسبة السيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس اللون الأسود لبيان سيادته على الحرمين صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي يحب أن يراعي المناسبات بين الألوان وبين الأحداث، فالسواد فيه السيادة، وقد ساد أمره واستقر أمره في الحرمين، فلبس العمامة السوداء وخطب بها صلى الله عليه وآله وسلم. المغفر الكوزة اللي بيلبسها المقاتل على رأسه، المغفر اللي هي غطاء الرأس للمحارب، احنا نسميها الوقت الخوزة. والجماعة اللي بيركبوا الموتوسيكلات دول مش بيلبسوا برضه مغفر؟ بتسموها انتوا ايه؟ ها؟ كاب؟ ها؟ هيلو؟ هيلمت. هيلمت يعني خوزة، لانها تحميه برضه، علشان لو وقع مثلا او اصطدم بحاجة تحمي رأسه، هي نفس الهدف. يبقى معنى الحديث جايبه انه لبس المغفر ولبس العمامة في داخل مكة ودخل غير محرم، يبقى يجوز دخول مكة بغير إحرام، هو ده مقصد الإمام مسلم في رواية مثل هذه الروايات في هذا الباب.
وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر وعن أبي قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الزهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. يبقى دخل الحرم يعني بعد تمام الفتح، والتاني دخل مكة يعني على حدود مكة بالمغفر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال والسادة الرفاعية يحب يلبس العمامة السوداء إلى يومنا هذا. السادة الرفاعية الطريقة الرفاعية معروفة المنسوبة لسيدي أحمد الرفاعي اللي نشأ في العراق في نفس الجيل بتاع سيدي عبد القادر الجيلاني، كانوا نشأوا في وقت واحد متقارب، اتخذ لنفسه لبس السواد شارة له. وفي مصر كان الحسنيين المنسوبين لسيدنا الحسن يلبسوا عمامة سوداء، والمنسوبين لسيدنا الحسين يلبسوا عمامة خضراء. وظل هذا الأمر الحاد بعد الحملة الفرنسية، ثم تغير الحال وأصبحوا لا يراعوا مثل هذه الخيول. لكن كان زمان كده، كان زمان أيام أجدادنا قبل الحملة الفرنسية كان ممنوع يلبس عمامة سوداء إلا إذا كان حسني النسب، ويلبس عمامة خضراء إذا كان حسيني النسب، حتى يميزهم الناس فيكرمونهم إكراما لآل البيت والسلالة الشريفة. وبعد كده اختلط الحبل بالنابل وقامت الثورة وبقى كلنا أسياد، يقول لك السيد المواطن. وبعد كده السيد المواطن هذا أصبح لا كرامة له بسبب ظلم الحكام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا ما فات من عزنا. ليه بقى كانوا السادة الحسنيين يلبسوا أسود؟ لأن النبي قال لسيدنا الحسن ابني هذا سيد، فاخدوا سيد سواد فلبسوهم السواد، قال ابني هذا سيد. فهمت ازاي؟ ده السبب يعني، سبب اختيار السواد للحسنيين. انا مره في الحرمين قلت البس عمامه سوداء فلبستها افتكروني ايراني شيعي ايه الله من ايات الله، فتركتها لان التزي بزي اهل البدع حرام فتركتها. هي لبستها يوم واحد بس افتكروني آية من آيات الله، واخد بالك؟ اللي هم آية الله يعني عند الجماعة الإيرانيين هناك، يعني اللي يبقى اللي يلبس أسود يبقى اسمه آية الله، يعني دي مقام عندهم في الدين علمي، مقام علمي. اللي يلبس أسود يبقى معناه عالم كبير من علماء الدين عندهم. فالوقت اختلطت الألوان، فالواحد الوقت بقى بيلبس كل الألوان، وأصبحت العمامة البيضاء أسهل لأنه بيلبسها كل المسلمين. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني، وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريض عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها. كده خلصنا تقريبا وانتهينا من كل متعلقات الحج ومتعلقات مكة. هنيجي بقى نتكلم في المدينة إلى آخر الباب الكتاب اللي هو كتاب الحج، وده أول ذكر للمدينة في كتاب الحج. باب فضل المدينة المنورة. إذا أطلقت المدينة فالألف واللام للعهد، أي المدينة المعهودة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الألف واللام للعهد. فضل المدينة يعني المنورة به صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها.
وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة بالبركة يعني. وقلنا أن إبراهيم حرم مكة أي أشهر إحرامها تحريمها، والذي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكن سيدنا إبراهيم أظهر حكم حرمتها ولم ينشئه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أنشأ حرمة المدينة فلم تكن محرمة قبل تحريم النبي له. هذا الفرق، أن النبي ينشئ الأحكام وإبراهيم أظهر الأحكام، لبيان الفرق بين مقامات الأنبياء. قال إن إبراهيم حرم مكة أي أشهر حرمتها بين الناس، ودعا لأهلها، ودعا لأهل مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة من البركة يعني. والصاع والمد هو كل ما يكل ويوزن بقى، نسبة لما يكل ويوزن، يعني ايه في طعامها يعني، يبقى صاعها ومدها يعني في تجارتها وفي اكلها وشربها وما يباع فيها وما يشترى. وعن أبي قال وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حا قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد، أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثلي ما دعا به إبراهيم، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يريد المدينة، اللابة هي الأرض السوداء والحجارة السوداء، لأن المدينة بين جبلين أسودين، فالنبي كان يسمي كل جبل لابة، لابة غربية ولابة شرقية، أحرم ما بين لابتيها يعني ما بين جبليها. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع عن ابن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه، يعني مكتوب الكلام ده في قطعة جلد خولانية قديمة عن النبي، يعني لو أنت مش مصدق أوريه لك مقروء، في أديم يعني جلد خولاني إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها
ولا يصاد صيدها. عضاهها هي العضاه، والعضاه شجر جمع عضا، يبقى عضاه جمع ومفردها عضا، والعضا هي الشجرة ذات الشوك. لا يقطع عضاهها يعني شجرها الذي فيه شوك، ولا يصاد صيدها فيحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرها دون فدية على الراجح، أما في مكة فيحرم قطعه وفيه الفدية. طب ليه ما فيش الفدية في المدينة؟ لشفاعة النبي، النبي يشفع فتحمل الفدية عن قاطعه، لكن يحرم فعليه أن يتوب ويمتنع. يبقى الفرق بين شجر مكة وشجر المدينة أن شجر مكة إذا قطعه يحرم وعليه الفدية، وشجر المدينة يحرم وعليه التوبة وليست الفدية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها شدتها يعني وضيق العيش بها. المدينة كانت فترة طويلة أيام الحكم الأموي وكذا العباسي مهملة، فكانت الحياة فيها شديدة وكانت مهملة من حكام المسلمين، فكان يغلب فيها الشدة والفقر. فمن يصبر على الوقت ما بقتش كده يعني، كثرت الخيرات الحمد لله رب العالمين. ولا يثبت أحد على لأوائها يعني شدتها وضيق العيش. الوقت اللأواء اللي فيها والفكر الوهاب هي دي الشدة، فاللي يصبر عليه بقى بكرامة للنبي ولا يحتك بهم ولا يجادلهم ويعرض عن أفكارهم يبقى برضو صبر على شدتها. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. شفاعة زائدة على شفاعة لسائر المسلمين، شفاعة مخصوصة، هيبقى لي شفاعة فوق الشفاعة العامة يعني. وشهيدا يوم القيامة يعني شهيدا على إيمانه وإسلامه ومحبته، يشهد له. فالنبي يشهد لكل على جميع الخلائق. وهل الأودي أودي للتنويع ولا أودي للشك من الراوي؟ تحتمل الاثنين وتحتمل الجمع، ان النبي يبقى يشفيع له وشهيد له، لان كل من يشفع له يشهد له. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. والعجيب كل من أراد المدينة بسوء فعلا كان يحصل له كده. يعني القائد اللي هو كان اسمه مش فاكر مسلم ابن ايه كده، اللي بعته زياد وعمل ايه الحرة هناك في المدينة وانتهك حرمتها، مات وهلك في عودته قبل ما يوصل، وكان في ريعان شبابه مات. وبمجرد ان يزيد ارسله وحدث هذا، يزيد نفسه مات وهو في الشام. وتقرا بقى التاريخ كده تجد على مر العصور كل من اراد المدينه بسوء لازم ربنا سبحانه وتعالى يقسمه قسمه غريب. وكل من اراد المدينه بسوء، يعني يقال انه في واحد حاول يكسر القبه الخضراء فخرج منها
شظية دخلت في عينه فأعمت عينه فنزل. أيام ما كانت انتشرت تكسير القباب عندما انتشر المذهب الوهابي في أول بدايته، كانوا يكسروا كل قبة في المدينة، فأرادوا أن يكسروا القبة الخضراء، فيقال هذه الحكاية محكية ومعلومة عند أهل المدينة، إنه هو لما أراد أن أول تربة خرجت شظية دخلت عينه فذهبت عينه، فتركوا القبة الخضراء الوحيدة اللي تركت وكسروا كل القباب هناك، لم يستطيعوها، خافوا. الله قاهر فوق عباده، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا سيدنا سعد بن أبي وقاص يعني ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا، والعقيق ده وادي من أودية المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هو وادي من الجنة، حتى إن الناس يحبوا يتختموا بالعقيق عشان هذا محبة في هذا الأمر يعني. أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، يقطع شجر بيقطعه يخبطه يعني يخبطه كده بالعصا عشان ينزل ثمرته، هذه معنى يخبطه، يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه يعني أخذ منه ملبوسه وحاجاته الخاصة عقوبة له. فقالوا المذهب الشافعي في القديم، على فكرة هو ده مذهب الشافعي في القديم، أن من قطع شجر المدينة يؤخذ إيه سلبه، يؤخذ سلبه عقوبة ويوضع في بيت المال. سلبه يعني إيه؟ يعني لبسه الخاص، إذا كان معاه موبايل ومعاه شال ومعاه جلبية ومعاه سبحة ومعاه أموال في جيبه يقعروه، ياخدوا كل ده يحطوه في بيت المال عقوبة له، اسمه سلبه يعني حاجياته الخاصة. وده مذهب الإمام الشافعي في القديم، واستدل بحكم الصحابي هذا سيدنا سعد بن أبي وقاص، وقال ما يفعل ذلك إلا لعلمه بأن هذا حكمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الجديد عند الإمام الشافعي إيه لم يقل به كسائر إيه باقي الفقهاء، وقالوا أن هذا العمل على خلافه، وأن دي عقوبة عملها سيدنا سعد وليس عقوبة شرعية، عقوبة عملها سيدنا سعد لهذا الرجل وليس عقوبة شرعية فيؤخذ منها حكم فقه. يبقى ايه الشافعية في القديم اخذوا بالحكم ده وجعلوا حكم فقه، وفي الجديد قالوا لا ده كانت عقوبة عذرية من سيدنا سعد لهذا العبد وليس حكما شرعيا. فسلبه، فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ادهوني زيادة على الغنيمة، نفلنيه فالنفل ما زاد على الغنيمة، وأبى أن يرد عليهم. فاستدل الشافعي في القديم أن ده حكم نبوي، واضح؟ والباقيين قالوا لا ما كانتش حرب، والنفل ده ما زاد على الغنيمة، ودي ما كانتش غنيمة، دي مش حرب، هي المدينة دار حرب، فهمت ازاي؟ وقالوا ان ده اجتهاد من سيدنا سعد واراد ان يعاقبه. فدي ايه يبقى ايه فيها خلاف في ايه في المذاهب من وجهة نظر، لكن الحديث صحيح، لكن كيفية استنباط الاحكام منه هي دي خلاف الفقه بقى. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد
قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وعن أبي قال وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. وعن أبي قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا يعني معصية أو فتنة ثم قال لي هذه شديدة، قال ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها حدثا، يعني خد بالك الكلام اللي هقوله لك ده، خد بالك هذه الكلام اللي هقوله ده أمر جديد، خد بالك هذه شديدة، يعني بيشير إلى ما سوف يقوله. ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها حدثا، يعني أراد فيها فتنة أو سوء أو معصية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني صرفا ولا عدلا يعني لا نافلة ولا فريضة. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا، أو آوى صاحب فتنة أو بدعة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، لا يختلى يعني يقطع، وخلاها هو النبات الرطب، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى دليل أنه كبيرة من الكبائر، مش حرام من الصغائر بل حرام من الكبائر، طالما توعد عليه باللعنة يبقى حرام من الكبائر وليس من الصغائر. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، شوف ضعفي ما بمكة من البركة، وثواب العمل لا شك هو بركة العمل، ثواب العمل هو بركة العمل، فهمت ازاي؟ وبالتالي يبقى الثواب في الصلاة في مسجد النبي في ضعفي ما في مكة من الصلاة في المسجد الايه في مكة، يعني الصلاة في مسجد النبي في المدينة ضعفي ما في الصلاة في مسجد مكة من الأجر، بدليل البركة. فإذا كان الصلاة في المسجد الكعبة بمئة ألف يبقى في بمقتضى هذا يبقى بقت بمئتين ألف الصلاة في مسجد النبي، لأن بركة العمل إيه؟ هو ثوابه. وما يقول اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة، يبقى ثواب العمل يدخل فيها، ولا البركة بس في كيلو التمر اللي هتشتريه وفي شوية اللبن الزبادي اللي هتاكلها وفي الخبز بس؟ طب والعمل فين؟ ده العمل هو الأهم، وثواب العمل هو الأهم. والصلاة في مسجد النبي أصلا بألف صلاة فيما سواه، يبقى ألف في 200 ألف بقت بمتين مليون، الصلاة في مسجد النبي تبقى بمتين مليون، 200 ألف. ده الاجتهادات اليسرية في ثواب الصلاة في المساجد النبوية. قبلتها خير وبركة، ما تقبلهاش ما يجراش حاجة، حاجة بسيطة، ده مجرد يعني ايه
بركة يعني، لأن في شاعة في العصر الحديث الآن إن الصلاة في المسجد المكي ثوابها أعلى من المسجد النبوي، وهذا خطأ على خلاف حتى ما ذهب إليه الإمام مالك. الإمام مالك نفسه عنده الإقامة في المدينة أفضل والصلاة في المدينة أفضل، الإمام مالك في مذهبه. فناخد بالنا من الحكاية دي. وعلشان كده لو رايح تعمل عمرة خلي إقامتك في المدينة مدتها أطول من مكة، لو أنت عايز تستفيد أكتر، وتبقى مكة بقدر إيه قضاء النسك، تعمل النسك بتاعك وترجع تقعد هناك في المدينة. فهمت إزاي؟ لكن في ناس بتعكس، يروح يقعد له في مكة 10 أيام ويروح المدينة يوم واحد، يبقى مش فاهم، يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب كويس، ده قبل دعوة النبي قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر. يبقى الحكم الأصلي إن مكة ب100,000 والمدينة ب1,000 والمسجد الأقصى ب500، ده الحكم الأصلي كده. جاء النبي شفع ودعا فرفع. فهمت بقى إزاي؟ يبقى العدد 200 مليون. اه 200 مليون مش 200,000 وبعدين تحط كمان 1,000 بقت ايه؟ 200,000 1,000 يعني 200 مليون. نعم. مش كده برضه؟ يعني 200,000 1,000 يعني 200 مليون. يعني 200 وقدامها 6 صفار. مش كده برضه؟ 200 وقدامها 6 صفار وخلاص 200 مليون. 5 مليار. 5 مليار. مش مليار 1,000 مليون؟ دي بقى 200 مليون. وفضل الله واسع. احنا مش بنتعامل مع الله على فكره بالطريقه دي، لكن احنا مجرد بس ايه يعني لطائف، لكن احنا اصلا بنعبد الله لا نريد الا انه يرضى عنا، والله لا ننتظر حتى حاجه، لان احنا بنعبد الله بقوه الله وبفضل الله وبتوفيق الله. فعبادتنا لله هي اصلا محض منا من الله عليه، فكيف نطلب الاجر على شيء هو اعطانا اياه؟ لكن احنا نتركها، هذا ده من باب اللطائف والتشجيع فقط. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، فقال من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيفه، قال وصحيفه معلقه في قراب سيفه. الجراب، قراب السيف هو الجراب الذي يوضع فيه السيف وايه وغمده بغمده يعني. فقد كذب. فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني فيها الديات. لأن النبي سيدنا علي لما ذهب قاضيا لليمن طلب إيه من النبي أن يكتب منه إيه الديات، قدر الديات، اللي يكسر سنة يدفع كام، واللي يكسر سنتين يدفع كام، واللي يخزع عين واحد يدفع كام، واللي يجرح واحد يدفع كام، واللي يكسر رجل واحد يدفع كام، عشان تبقى قضايا يقضي بها، لأن سيدنا علي ذهب إلى اليمن قاضيا، فاحتفظ بهذه الصحيفة عنده اللي هي فيها الديات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، أسماء الجبال يعني. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه وهو يعلم يعني، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم.
ولم يذكر ما بعده، وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. وعن أبي قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره. وزاد في الحديث: فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده، أخفر مسلما يعني نقض عهده، وعهد المسلم للمسلمين نصرته ونصحه وعدم خيانته والدعاء له، وأن تتمنى له ما تتمنى لنفسك، وأن تشمته إذا عطش، وأن تعطيه إذا استقرضك، وأن تعينه إذا استعانك، وأن تعوده إذا مرض، وأن تسلم عليه إذا التقيت به، وأن تلقاه بوجه طلق. كل دي حقوق للمسلم. فمن أخفره يعني لم يعطيه حق ونقض عهده معه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. وعن أبي قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله: من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة. وزاد: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، يعني ما نفرتها. والظباء دي كانوا بيخرجوا يصطادوها، فقلنا لو شفتها جوه المدينة ما اصطادهاش ولا حتى أنفرها، ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، يبقى يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها وهكذا. وكذلك الحمام، وكذلك الحمام برضو لا تنفره. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لبتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لبتيها ما ذعرتها، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، يعني إيه؟ حدود للحرم يعني. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. يبقى كانت الثمار بوادر الثمر لما تطلع كانوا تبركا يدوها للنبي الأول، فالنبي يدعو ويديها للأطفال، لأن الأطفال تلاقي تملي مشتاق انها تاكل الثمار الجديده،
فكان النبي يدعو ثم يعطيها لايه؟ لاصغر وليد معه، لاطفال ياكلوه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى باول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. ونقف على باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.